نيجيريا على استعداد للتحالف مع كافة الدول حتى نكون معا في ونكون قادرين على دحر الإرهاب. وفي هذا الإطار فإن نيجيريا قد شاركت في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وأيضا وافقت نيجيريا على نشر قوات لهذا التحالف الإسلامي العسكري، وقدمنا بعض الضباط لكي يعملوا هنا في مقر التحالف الإسلامي العسكري هنا في الرياض. وكما تعرفون إخوتي الكرام، فإن نيجيريا تشهد تقدما كبيرا في حربها ضد الإرهاب وضد التطرف.